الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في ثمن الكلب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، ثقة ثبت، تغير بآخرة، وكان يتلقن عمي فتلقن وكان يتشيع، لكنه شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد الصنعاني اليماني البصري، ثقة ثبت أمين، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر لأصوله. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت يرسل كثيرا. عن إبراهيم. إبراهيم بن عبد الله بن قارض بن سلمة، ذكر ابن حبان في الثقات، قال ابن معين: كان الزهري يغلط فيه، يعني يغلص عليه، والحق بأنه لما ذكره ابن حبان في الثقات يعني ليس توثيقا تاما، لكن هو يعني إن قال ثقة كان ثقة، ولكن هو حسن الحديث. قال: عن السائب بن يزيد. ومن ثقات الأثبات. عن رافع بن خديش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث رافع حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. نعم، وقال حسن صحيح لإبراهيم، إبراهيم مختلف فيه، نعم، ابن قارض. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: حدثنا الليث. ليث مفخرة المصريين، جواد كريم فقيه محدث، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. محمد بن مسلم الزهري من الثقات الأثبات، أمير المؤمنين في الحديث، يدلس وتدليس يؤمر في بحر الروايات. قال: حاء حول الإسناد. قال: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وهو من الثقات. وغير واحد قالوا حدثنا، يعني مقرون بغيره، نعم. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من الثقات الأثبات، كما قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة، أحد الفقهاء السبعة، قال: العجل تابعي ثقة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، هذه الأحاديث كلها تنصب في تحريم ثمن الكلب، وهذه المسألة سنقف عندها، وغدا إن شاء الله نفصل القول فيها على الخلاف بين العلماء. لكن الحديث الأول هو في قول المصنف، قول رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. هذا اقترانه دلالة الاقتران صحيح، وهذه أيضا من الأحاديث التي يستدل بها على أن دلالة الاقتران ضعيفة. لما؟ لأن كسب الحجام باتفاق أنه على الحل لا على الحرمة، لا سيما وأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرة الحجام. فلو كانت حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها، نعم، يفعل خلاف الأولى، نعم، من أجل التشريع، لكن لا يفعل حراما، لا يفعل حراما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، فهنا الحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خبيث هو للتنزيه لا للتحريم، والأصل هنا هو إشارة الخبث للصنعة، فالصنعة فيها ما فيها من الخبث وفيها ما فيها من التدني. لذلك بعض العلماء يقولون في مسألة الكفاءات الذي يكون حجاما أو يكون ختانا، كالأطباء اللي هم متخصصين في هذا التخصص، قالوا هذه يعني هؤلاء يعني كفاءتهم تنزل، ليسوا بكفاء بكفء المرأة الرفيعة النسيبة الحسيبة. لما؟ لانخرام المروءة أو اعتياد انخرام المروءة، لأن اعتياد نظر للعورات فيه انخرام مروءة، وأيضا مسألة مباشرة النجاسات فيها انخرام مروءة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، الخبث هنا ليس على التحريم، الخبث هنا ليس على التحريم ولكن الكراهة، وهو أراد أن يشير وأن يلفت الانتباه إلى خبث الصنعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين
فلا يقربن مسجدنا. وقال هي خبيثة ومع ذلك هي حلال، وهي باتفاق حل وبل، وهي باتفاق حل وبل. فلذلك نقول بأن مسألة كسب الحجام خبيث، ليس هذا على التحريم، ليس هذا على التحريم. يبقى الكلام على مهر البغي خبيث. ونعم مهر البغي خبيث، هو أجرته، هو المهر هنا هو أجرة الزنا، أنها أجرت فرجها، نعوذ بالله من الخذلان، هو أجرة الزنا، أن تأخذ على 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 الفرج ثمنا مقابلا. قال أجرة مهر البغي، يعني أجرة الفرج حرام خبيث، وخبيث بمعنى أنه حرام لأنه على الزنا. قال الله جل في علاه: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أخذ الأجر على الزنا، وأن هذا فعل محرم ومطلق لا يقتضي الفساد، فعقد باطل. وهنا العلماء قالوا باتفاق وبالإجماع أن الأجرة تأخذها المرأة مقابل الزنا بأنها محرمة وأنه مال حرام. طب يرد أين يرد؟ اختلف العلماء هنا، فقال الجمهور يرد لصاحبه، ولو رددنا الأمر لصاحبه ما نظرنا النظر المقاصدية، لأنه نكون قد جمعنا له بين الحلوين: التعدي بالزنا وأخذ المال وعدم الخسارة. والصحيح الراجح بأن هذا المال يذهب إلى بيت مال المسلمين، فإن لم يكن للمسلمين بيت قائم فهو يذهب إلى مصالح المسلمين، يذهب إلى مصالح المسلمين، يعني للفقراء، للمستشفيات. المهم يذهب إلى مصالح المسلمين أو للفقراء، يصح ذلك وهي لا تملكه وهو لا يعود إليه، هي لا تملكه وهو لا يعيد ولا يعود إليه. هذا بالنسبة للكلام على مهر البغي، وسنأتي بالتفصيل إن شاء الله في الكلام على ثمن الكلب، وأن ثمن الكلب خبيث، وهذا فيه أقوال ثلاثة إن شاء الله نسردها غدا من أجل، ونأتي بفضل المستنبطة المهمة جدا في مسألة الكلب، لأن الكلب طبعا تعلمون بأن فيه تقويم أنه مال، وتقويم أنه مال يدل على الكلام عند العلماء في مسألة أنه مال متقوم، يبقى إذن يضمن من أتلفه، وهذا فرع عن التأصيل في الكلام على البيع والإجارة، إجارة الكلب أجلكم الله، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله غدا.